كان يفتخر انه عم يفوت على بيتك وبيشتغل في بيتي. كان عم يحكي مع بنت امه عم يقول لها انت ماني قدي، انا عم بشتغل بفلة الفنانة ناسي. تطلع من برا قد بلدي في ادلي، قد بلدي كلها من برا، بس لا بيعرف شو في جوا ولا بيعرف شو في بأوض البنات ولا بأوضك انت، ما بيعرف شي جوا. مفتخر بس انه عم يشتغل في بيت الفنانة ناسي. ليش قتلوا لي اياه ب16 رصاصة؟ ليش قتلوه في ارضه ليموت سره معه؟ ليش هلا البطل الاستاذ فادي صار بطل على كتاف ابني، على كتاف ابن الدرويش، صار بطل عم يدافع عن عائلته؟ اشو شاف عم يعمل عائلته؟ عم يقولوا مقاومة، صار تبادل اطلاق نار. مين اطلاق النار؟ 16 طلقة وما طلقت، ليه طلقة للاستاذ فادي؟ حقه يدافع عن حاله الاستاذ فادي، بس يضربوا بجريه، يضربوا بايده، يكتفوه، يمسكوه. اربع زلم هو لحاله يا استاذ فادي، اربع زلم هو لحاله. كان فيكم تعملوا البدكم اياه وتسلموا للخضراء اللبناني. انا اللي في الفيديو هذا مو ابني، محركات ابني بنوب حرامي جاي بده يسرق، بيشتغل شغلات وبيسرع مشان ما حد يحس عليه. بعدين هذا ابني رفيع، صحته على قده. هذا بتقولوا بدي جارت من بدي جار تبعواتهم، تمثيلي مثلوا تمثيلي انتجوها واخرجوها وممثلين من عندهم في قصه في الحكايه، هم لازم يفصحوا عنها. انا ابني مقتول من زمان وجابونا جوا، ليش ممثلين بجسي بجثة ابني؟ ليش ممثلين فيها؟ ليش مخلعين ثيابه؟ وين حرمه الميت؟ وين حرمه الميت؟ مثل ما هو هي ام وهو اب، قتلوه وبدي ينحط تحت التراب، بس يحترموا حرمة الميت. نحن بمجرد تصديق الوكالة حاليا راح ننطلق للبنان ومباشر عملنا القانوني ضمن النطاق المسموح به. ونبغى نذكر نحن ما عندنا شك ابدا 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 بنزاهه القضاء اللبناني. في عده مصادر لقينا في ادله جديده بتدل على سيناريو جديد هو مطروح حاليا ابدا يعني، ولكن رح الايام الجايه رح ان شاء الله تطفو على السطح ويبين. فنحن مع القضاء اللبناني، مع نزاهه القضاء اللبناني، لكن في عندنا تخوف، وهذا التخوف مشروع بحق لكل انسان، وخاصه انه هذا الانسان مظلوم وفقير. ومع سلطه نانسي عجرم وسلطه زوجها ونفوذه، نحن في عندنا تخوف انه تجنح القضيه نحو عدم انصاف هذا الانسان المظلوم. ولو ما قدرنا نوصل عن طريق القضاء اللبناني، اللي انا كثير بامن بنزاهته، لو ما قدرنا نوصل لحق هذا الإنسان المظلوم، فنحن مستعدين نلجأ لمنظمات دولية وحتى لمحاكم دولية.